الإنسان في مقابل التشكيك يجب أن يرجع إلى فطرته. الإنسان إذا رجع إلى فطرته، يجي واحد يقول لكم لا يوجد هنالك إله، الإله خرافة، ما يحتاج إلى برهان، ما يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى دليل الدور والتسلسل وبرهان الصديقين، لا، هي الفطرة. واحد يرجع على فطرته، ممكن أن يكون هذا الكون بلا خالق؟ معقول هذا البناء بناء متواضع لا يمكن أن يكون بلا باني؟ هل يمكن أن يكون هذا الكون بلا خالق؟ هو هذا المنطق البسيط، بعيداً عن الاستدلالات العلمية، كافي لتثبيت الإيمان في الفؤاد. العدل، الله سبحانه وتعالى عادل. الآن أكثر المسلمين مع الأسف الذين ابتعدوا عن مدرسة أهل البيت لا يؤمنون بعدل الله، يقولون الله مو عادل. الله سبحانه وتعالى يمكن يأخذ أبا جهل ويضعه في أعلى درجات الجنة، ويأخذ أبو ذر ويضعه في أسفل دركات النيران. أكثر المسلمين الآن الذين ابتعدوا عن منهج أهل البيت يعتقدون بهذا الاعتقاد ومصرين عليه ويكتبونه في كتبهم. هذا المطلب ينسجم مع الفطرة؟ ينسجم مع الوجدان؟ يمكن أن الله سبحانه وتعالى الخالق الغني، واحد محتاج يمكن يظلم، واحد لئيم يمكن يظلم، واحد خبيث يمكن يظلم، واحد معقد يمكن يظلم، الله الغني الرحيم الجامع لصفات الجمال والكمال يمكن يظلم حقيقة؟ هذا ينسجم مع الفطرة؟ الفطرة تقبل هذا الشيء؟ إذن التوحيد عقيدة فطرية، العدل عقيدة فطرية، النبوة عقيدة فطرية. إذا واحد جاءكم وشكك في ظاهرة النبوة، لا، النبوة قضية وجدانية فطرية لا تحتاج إلى برهان ولا تحتاج إلى استدلال. الرب العائلة عنده طفل، هذا الطفل ما يعرف مصالحه، ما يعرف ما يضره، ما يعرف ما ينفعه. هل هذا الأب يسمح له وجدانه أن يتركه؟ ممكن؟ الابن الصغير دا يأكل سم ما يعرف، الأب يقعد يتفرج عليه حتى يأكل السم، يقول أنا ما علي. ممكن إحنا نسوي هذا العمل؟ السيد البروجردي رحمة الله عليه سئل عن الدليل، هذا المرجع الكبير، على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأجاب بدليل وجداني، ما يحتاج إلى برهان، وجدان. قرأ هذا البيت: اگر بینی نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اعما دایمشه امامکو و امام اکو بیر، خدا میدری اذا شویه یمشی یوقع فی ذلك البئر، فی تلك البئر و یموت.
أنتم تقعد ولا تقول كلمة إلى أن الأعمى يروح ويوقع بالبير، وجدانك يرضى بذلك؟ الضمير يرضى بذلك؟ لا. الله تعالى يترك البشر، هذا رأي كثير من المفكرين الغربيين، يقول أنا ما علي، خلي يقتلون، يتناحرون، يفسدون في الأرض، أنا ما علي، إيش يريدون يسوون خلي يسوون. الله يعرف ما يصلحهم وما يفسدهم، يقول أنا ما علي، خلي يروحون أي مكان يريدون يروحون. هذا معقول؟ يعني الإنسان إذا رجع إلى فطرته ولاحظ فطرته يجد أن هذه القضايا واضحة، مثل وضوح الشمس الآن، شلون الآن نهار واضحة أمام الإنسان، الإمامة من القضايا الوجدانية الواضحة. أنتوا عندكم دكان، كل ما في الدكان قيمته 100 دينار فقط، تردون ترحون إلى البيت إلى عمل نصف ساعة، هل تتركون المحل هكذا؟ تتركون؟ أي شيء يحدث في هذا المحل؟ قائد دولة، ولو دولة متواضعة، 4 أشبار عندما يسافر يخلي مكانه وليا للعاهد، حتى لا يصير فوضى، حتى لا يصير تناحر في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وآله اللي كان حريص على هذه الأمة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يأتي ويترك هذه الأمة اللي كان يهتم بدقائق الأشياء. حتى النبي يقول عندما تمسح وجهك لا تمسحه بقوة، لأن هذا يزيل بريق الوجه، في رواية هذا مضمونه، عندما تدلك الوجه بالمنديل لا تدلكه بقوة، لأن هذا يزيل بريق الوجه، يزيل جمال الوجه إلى هذا الحد. هذا مضمون الحديث، مو نص الحديث. يهتم بأدق الأشياء، ثم يأتي ويترك الأمة فليذهبوا يتناحروا يتنازعوا. الآن المسلمين كم سنة دا يتنازعون؟ 1400 سنة دا يتنازعون، وقتلى وفتن وحروب وثورات وتل الجماجم من القتلى في الفتن الطائفية. النبي يقول أنا ما علي، معقول هذا المنطق؟ هذه القضايا، التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، كلها قضايا وجدانية.